شعور رائع جدا، شعور رائع، ما تقدر توصفه يعني. والحمد لله الله وفقنا بهذا الشيء. متلاقى حوت عنبر كنز، واحد من صيرة صيح لنا كذا بالصبح وقال في حوت ما عرفته ايش هو عنبر، يعني هل هو حوت؟ قلنا له بنجي نشوفه. اول ما قربنا عليه كان رايحه، كانت جناحه رايحه وشعور كذا انه هذا الحوت فيه حاجه يعني. قررنا نحن نربطه نفرقه للساحل ونقطعه، شوف ايش داخل بطنه يعني. عنبر والله ريحته مش حلوه بس فلوسه كثير. أما لقيت العنبرة الحوت كان سعره غالي جدا بسعر خيالي. كلنا ضباها وما نتوقع ان بهذا الشيء بيجيب بهذه الأموال الطائلة. اشترينا بيوت ان شاء الله من الزوق قريب. خرجنا مبلغ يعني، كان في ناس يعني مكلفين ان كل واحد يدخل مبلغ ويوزع على البيوت شوف المحتاجين. ناس يعني صلحت منازل حلوه، اشترت سيارات واشترت قارب. ايش هذا؟ فعلهم فعلهم يعني مش معقول. يعني لازم اروح حتى ما اجيب حاجه عادي، امشي اروح البحر. هذا بالدم يجريني.